صباح الخير يا هايدي. يسعد صباحك يا رشا. كيفك على هالشوبات؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ على هالشوب يعني مشكلة مو طبيعي. ان شاء الله هيك دائما بيمرق هالوقت بخير على الجميع. صباح الخير لكم مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتم مرافقنا بصباحنا لليوم وبداية كل نهار. تمنياتنا لكم ولأنا أنه يحمل لنا كل الخير، الصحة وجبران الخاطر والرزق الكريم أكيد، ودائما هيك يا رب الأشخاص الإيجابيين بحياتنا. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وأكيد اليوم ضيوفنا من مجالات مختلفة وبعض التقارير من المحافظات السورية. خلونا نبلش هذا النهار ودائما نقول يا رب الفرج القريب على جميع المستويات. يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير عن جديد يا رشا، وأكيد صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا بالشاشة الأخبارية السورية بيوم جديد وصباح جديد. يا رب هيدا اليوم والأيام القادمة تحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. أكيد منترافق معكم مثل العادة لمدة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات والتقارير، وأكيد رح نعرف كيف رح تكون أحوال الطقس بمحافظاتنا السورية، ولكن مثل العادة خلونا نطلع سوا لفاصل صغير وراجعين. وكالعادة حكاية يوم وأهم التواريخ يلي تسجلت بتاريخ هذا اليوم حنشوفها ضمن التقرير التالي. اليوم 8 حزيران كتير من الأحداث يلي تسجلت بتاريخ هذا اليوم قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1867 صدر فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدا حتى عام 1914 عندما تغير إلى السلطان، وكان أول من تلقب به هو الخديوي إسماعيل. وفي عام 1919 تأسيس مجمع اللغة العربية في دمشق. وفي عام 2015 بلدية باريس تنتهي من نزع أقفال الحب بالكامل من على جسر الفنون المشهورة. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1625 جوفاني كاسيني عالم رياضيات إيطالي. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1949 نجيب الريحاني ممثل مصري. وأكيد من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم ومجموعة من المعلومات اللي عم تكون دائما موجودة ضمن صباحنا غير لليوم، خلونا نتعرف عليها سوا ومنرجع. هل تعلم أن 60% من الأمور والأشياء الجميلة التي تحدث للإنسان في حياته تأتي بعدما يكف عن انتظارها أو يفقد فيها الأمل نهائياً؟ هل تعلم أن التفكير الزائد في الماضي سيجعل منك شخصية مكتئبة، أما التفكير الزائد في المستقبل سيجعلك شخصية متوترة؟ لذا يحث علماء النفس على تجنب التفكير الزائد وبكل أنواعه. هل تعلم أن الإنترنت والنوم هما أكثر وسيلتين يتم استخدامهما للهروب من الواقع؟ وهل تعلم أن الإنسان من الطبيعي أن يمر بوقت لا يطيق فيه الحديث مع أحد ويفضل البقاء وحيداً؟ وأفضل ما يمكن للآخرين تقديمه لهذا الشخص هو التوقف عن سؤاله بشكل متكرر والابتعاد عنه. هل تعلم أن حوالي 40% من الناس الذين تعرفهم سيحاولون بشكل أو بآخر أن يستهينوا بطموحاتك وقدراتك حتى يظهروا أنهم أفضل منك؟ هؤلاء غالباً ما يعانون نقصاً في القدرات والثقة بالنفس. أخيراً، هل تعلم أنك إذا خصصت 4 ساعات فقط يومياً للعمل على شيء تريد تحقيقه غالباً ستصل لأهدافك في مدة وجيزة؟ وبأول تقاريرنا لليوم هاي ديزاير حماء بهالمرة؟ لا والله.
خلص لازم نروح. رح أخذك ضمن هذا التقرير لنتعرف اليوم أكثر عن نواعير حماوات. بنقول حمادغ فورا متذكر مصطلح أم النواعير يلي صارت هيك خلينا نقول مقصد سياحي لكثير من الناس، وهي المعلم السياحي عمل أثر وبصمة جدا مهمة لمدينة حما. خلونا نشوف ناخذ هايدي ونروح ضمن التقرير التالي لنشوف أكثر عن نواعير حما. على مر السنين بقيت نواعير حما رمزا حضاريا وثقافيا، وشكلت لوحة فنية وأثرية رائعة الجمال مليئة بالفتنة والسحر، تمنح المدينة طابعا خاصا والتي باتت متحفا مفتوحا في الهواء الطلق. هلا من اسمها مدينة حما ملقبة بأم النواعير، يعني فأشهر لما تحكي عن حما أو بدك تزور حما أول ما بتفكر إنك تزور الناعورة تاخذ صورة عند الناعورة. الناعورة هي رمز لحضارة قديمة كانت سابقا إلى دور مهم كثير بالزراعة برفع منسوب المياه، أما اليوم فهي دليل وأثر وشاهد على حضارة عريقة الدور الكبير. اليوم هي دورة سياحي عامل جذب من خلال يعني وجودها على ضفاف نهر العاصي، فهي مزينة نهر العاصي، أيضا مناظر المياه الخضرة الخضار حوالي الناعورة هو اللي بيعطيها جمال، بالإضافة مثل هلأ عم نسمع سوا صوت الناعورة أنين الناعورة اللي تغزل فيه كتير من الشعراء لمجده وذكره مزايا حما، فما فيك وما تذكر النواعير. 17 ناعورة لا تزال تدور على ضفاف نهر العاصي ضمن مدينة حما، والناعورة هي آلات مائية خشبية تدور بالقوة المائية، وقديما تم إنشاؤها بهدف نقل الماء من النهر بواسطة صناديق لقنوات محمولة على قناطر لتسقي المدينة وبساتينها. نواعير حما ضاربة بالتاريخ وموجودة بهي الأرض منذ زمن قديم جدا، لذلك هي جزء لا يتجزأ من حياة الحمويين، إضافة أنه هي خدمتهم بأهم شيء بتتطلبه الحياة اللي هي المياه، ري الأراضي والشرب وسقاية المزروعات، فهي حبيبة الحمويين. خلينا نقول هذا الحكي، العلاقة العاطفية مع الناعورة موجودة بالأغاني الحموية بالأهازيج بالشعر بأي موروث ثقافي رح تلاقي سيرة الناعورة موجودة، يعني هي شيء متكالب مع حياة الحمويين ومع مشاعرهم. طبعا هي موجودة في هذه الأرض في فرضيات بترجحها للعصر الآرامي، يعني إلى 5000 أو إلى 7000 سنة ما قبل الميلاد، فخلص هي شيء موجود معانا من وقت اللي نحن كنا موجودين على هاي الأرض، والعامل الحموي بعبقريته قدر يطور هاي المنشآت الجميلة لحتى وصل لشكل هو عبارة عن معجزة هندسية، قدران أنه هو يصمد بوجه الزمن، الزلازل، يتحمل أوزان كتير كبيرة من المياه وينقلها لأهل المدينة. فالشكل اللي وصلنا له لهلأ هو نتاج هذا التطور وهذا الحب اللي كانوا دايما الحمويين بيحملوه للنواعير. يقول المؤرخون على الرغم من وجود النواعير في أماكن مختلفة من العالم، إلا أن المكان الأفضل الذي يمكن فيه الاندهاش والتعجب من جمال هذا التصميم يوجد في حما على نهر العاصي. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حما. صباح الخير عن جديد وصباح الصحة اللي دايما متمنى ترافقكم بصباحاتكم. موضوعنا الطبي لليوم كتير مهم، عم نحكي عن الأمراض التنفسية. كلنا بنعرف انه بفصل الشتاء ممكن تكون الأمراض التنفسية موجودة كتير، ولكن بالصيف هي أكيد موجودة وإلى ممكن آثار سلبية، إن كانت حساسية بالجلد أو حساسية بالأنف بالعين. في كتير اليوم من الأمراض التنفسية يا رشا اللي ممكن تصيبنا ولازم نعرف كيف نتعامل معها، خاصة هذه ضمن فصل الصيف ارتفاع درجات صحيح. الحرارة بتزيد البكتيريا ونحن بنصير معرضين للإصابات بشكل كتير كبير، واليوم هون المناعة، مناعة الشخص بتلعب دور كتير كبير بالإصابة وحدة الإصابة. اليوم ضمن مساحتنا الطبية رح نحكي عن أهم الأمراض اللي ممكن تصيبنا بفصل الصيف، الأمراض الصدرية، كيف نحن قادرين اليوم نروح للوقاية من الإصابة بالالتهابات الرئوية، شو هي خطوات العلاج، معلومات
جدا مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم وهو الدكتور مازن القصيباطي أخصائي بالأمراض الصدرية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الدكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني إحنا اليوم عم نشهد بصيف قاسي للأمانة، في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، وهذا الشيء يمكن اليوم عم بيخلي في عنا العديد من الأمراض. اليوم حابين نعرف من حضرتك عن الأمراض التنفسية، شو هي الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف؟ هلا لا شك انه في ارتباط كثير كبير ما بين المنطقه الجغرافيه وما بين الامراض. مثلا احنا اذا رحنا على افريقيا بنقول الامراض الاستوائيه لانه لها علاقه بحراره الجو العاليه، بس لها علاقه بافريقيا مثل الملاريا مثل الكوليرا. اذا رحنا على الهند والصين بنلاحظ اعلى نسبه اصابات بالسل المعند على العلاج موجود بالهند وموجود بالصين. اذا رحنا على اوروبا وامريكا بنلاحظ انه المناخ اللطيف الجميل والبارد احيانا بس في عنا غبار طلع، وبالتالي الأمراض التحسسية بأمريكا الشمالية وبأوروبا خاصة الربو عالية. فلا شك إنه المناخ له علاقة بالأمراض. بالصيف المشكلة الأساسية بالصيف هو درجة الحرارة العالية. درجة الحرارة العالية حتزيد نسبة الرطوبة، لأنه خاصة في المناطق الساحلية حيصير في نسبة بخر عالية وبالتالي نسبة الرطوبة العالية. الرطوبة العالية بحد ذاتها حتشجع على نمو ما يسمى بالعفن، وهي عبارة عن نوع من أنواع البكتيريا اللي ممكن تنشاف بالمنازل، ممكن تنشاف بالمكيفات، ممكن سواء كان مكيفات السيارة أو مكيفات العادية. وبالتالي استنشاق المواد العفنة هي اللي هي عبارة عن بكتيريا، هي بحد ذاتها حتحرض مشاكل تنفسية عند الناس اللي بالأساس عندهم مشاكل تنفسية مثل الربو. ففي ناس كتير بيتحسسوا للعفونة، وبالتالي حرارة الجو العالية حتساهم إنه هالعفونة هي تزيد. الشغله الثانيه انه الحراره نفسها حتاثر على الجلد، وبالتالي ممكن يصير في عندنا مشاكل بالجلد، الاكزيما. الحراره العاليه ممكن تعمل تشفاف وتعرق، وبالتالي المريض او الشخص ممكن يصير عنده ضربه شمس. فاذا جدا الحراره مسؤوله عن ظهور كذا مرض. الحراره مسؤوله انها كمان ممكن تنمو الجراثيم اللي بنسميها جراثيم المعويه، وبالتالي بنلاحظ احنا بالصيف بيصير عندنا اسهالات صيفيه نتيجه نمو هالجراثيم والتكييف ماله جيد، بجوز البرادات مالها كافيه انها تقدر تحفظ الاطعمه، وبالتالي بتكثر كثير بالصيف مشاكل المعويه الهضميه. فاذا كثير في علاقه ما بين الحراره العاليه والامراض بشتى انواعها. تمام. هذا الشيء دكتور يعني من خلال جوابك عرفنا اليوم كيف او ليش اليوم بالصيف يكون اكثر الاصابه بالامراض الصدريه وعلاقتها بالجهاز الهضمي. وكنا عم نحكي انه بالسنه الماضيه شهدنا يعني موجه التهاب صدري كان لها علاقه جدا واضحه بالجهاز الهضمي. طيب اليوم تشخيصيا كيف اليوم بيتم التشخيص عن طريق الدكتور؟ حسب نوعيه الجهاز المصاب. يعني انا برايي انه الوقايه اهم من التشخيص. يعني احنا من مرضى الربو تحديدا بنقدر نعرف العوامل اللي ممكن تحرض عندهم نوبات ربو، وبالتالي اذا كان عندهم اذا كانت العفونه هي السبب بنقول لهم انه بفصل الصيف مفروض انه ما يروحوا على مناطق مغلقه فيها عفونه، يكون الغرفه اللي بيعيش فيها المريض اللي عنده ربو لازم تحقق شرطين. الشرط الاول انه درجه الحراره تكون 22، الشرط الثاني انه تكون الرطوبه اقل من 40%، حتى في دراسات اقل من 50%. ارتفاع نسبه الرطوبه بالمكان اللي بيعيش فيه مريض الربو حتاذيه، ودرجه الحراره العاليه حتاذيه فوق ال 22، والبارده كمان حتاذيه. فاذا ننصح هدول المرضى انه يعيشوا بجو معتدل حتى ما تتفاقم عندهم نوبات الربو، لانه الربو عن جد مرض معقد جدا. يعني في على كل المستويات بنلاحظ في اختلاف بين الناس. في ربو بيظهر بسن مبكر، في ربو بيتاخر. مثلا الاطفال اللي اعمارهم اقل من 12 سنه بنلاحظ انه الصبيان بينصابوا اكثر من البنات. بسن البلوغ بيصيروا الاصابه تقريبا متوازيه او متساويه بين الجنسين. بنلاحظ شده النوبات، في نوبات تحتاج عنايه مشدده، وفي نوبات لا بشويه علاجات بسيطه بنلاحظ انه المريض تحسن. التواتر النوبات، في مريض كل سنتين تجي نوبة، في مريض تجي كل ست شهور، في مريض تجي كل شهر.
الاستجابة على العلاج، في مرضى ما بيستجيبوا بالرغم من العلاجات كلها اللي ممكن نقدمها للمريض ما بيستجيبوا، وبالتالي كثير في عن العوامل المحببة كمان. في ناس بيتحسسوا لغبار الطلق، في ناس ما بيتحسسوا لغبار الطلق، في ناس مثل ما حكينا بالصيف بيتحسسوا للفونة والحرارة العالية والتجفاف، والجهاز التنفسي بيحب السوائل بكمية كثير هائلة، يعني مثل الوردة والزرع كيف بيحب المي، الجهاز التنفسي والهضمي والدوراني بده مي، وبالتالي احنا كثير بنركز بفصل الصيف على انه اي شخص سواء كان مريض او غير مريض يشرب سوائل، ما دام عنده الكليه طبيعيه ما عنده مشاكل، ما دام جهاز القلب الوعائي عنده طبيعي، بنركز كثير على شرب السوائل. تمام. اليوم دكتور يمكن كثير من الاشخاص بحكم طبيعه عملهم او اذا فينا نقول طبيعه شغلهم بيضلوا موجودين دائما برا البيت تحت اشعه الشمس، وهذا الشيء يمكن عم يسبب لهم اليوم ضربه الشمس. خلينا نوضح ونحكي اكثر عن الاسباب، عن الاعراض، كيف نتصرف اليوم في حال صار معنا ضربه الشمس. ما بده يطلع على الشمس، بطل يطلع على الشمس، بده يتبع وسائل الوقايه الفرديه. من الطاقية للواقي الشمسي، الواقي الشمسي ماله ميك اب، الواقي الشمسي كثير مهم. الشمس تؤذي تماما الجلد بشكل، هذا شيء مثبت علميا. النظارات الشمسية جدا مهمة لشخص عنده مشاكل بعيونه او ما عنده بعيون. هلا اعطيكي شغلة مضحكة جدا، انه بالحرم المكي في ازدحام كثير بالصيف، الناس ما بتصلي الظهر والعصر، غالبا الازدحام بيصير بالمغرب والعشاء وللفجر، لانه لا يمكن انه واحد يمشي بيقول احنا ببلادنا مالنا مثل الخليج، احنا ببلادنا لسه مقبول الطقس، بس احنا بننصح انه دائما اللي مضطر يمشي معه انيس مي لازم يشرب بشكل كثير جيد، يحط واقي شمسي لطيف على البشره، يقدر البشره تبعه تتقبله، يحط نظاره شمسيه ويبلل الطاقيه الطربوش، يبلله بالمي لحتى ما يصير عنده ضربه شمس، ولا ممكن بكل بساطه خاصة مثل حكايتي أنا أصلا ضربة الشمس حتجي مباشرة لأنه حيصير في تعرق والجهاز العصبي تبعي ما حيتحمل، وبالتالي ممكن يغيب عن الوعي بضربة الشمس. تمام. طيب حكيم، اليوم في أشخاص كثير وخاصة بفصل الصيف، بنرجع نحن بنركز على موضوع ارتفاع درجات الحرارة، بتحس عندهم بيقول لك أنا عندي لهتة يعني، بس بتعب، بيمشي بعرق، بيكون حر زيادة، بس أنا ما عندي اليوم أي عرض تنفسي أو أي حالة مرضية تنفسية، اليوم شو هذا المصطلح بيكون او شو بتكون الحاله؟ هذا ارهاق وتعب ناجم عن التعرق، التعرق معناته انا عم بفقد سوائل وصوديوم وكلور. لذلك انا بقول انه بفصل الصيف معلش يملح الواحد اكله مو غلط. انا من الناس اللي بشرب شوربه بالصيف لانه الشوربه بتقبل، انه شوربه احنا بذهننا بثقافتنا انه هي بس لفصل الشتاء لانها بتدفي. أنا بقول حتى بالصيف إذا واحد حط ملح على الشوربة بيقبلها، وإذا صار الأكل فيه ملح زيادة حيشرب مي زيادة وبالتالي حيعود السوائل. فإذا الحالة اللي حضرتك تفضلتي فيها هي حالة إرهاق وتعب وإحساس بالضيق بسبب التجفاف، بسبب نقص السوائل ونقص الأملاح، بنعوضها بالسوائل ومنملح وبنحط مثلا شوية بزر بجيبتنا، مو غلط يعني ناكل بزر نشرب مي. طبعا أنا عم بعطي مثال مضحك بس اوصل الفكره انه 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 كثير لازم نعوض السوائل والاملاح بطريقه يعني تكون مناسبه. تمام. بما انه ذكر الدكتور عن التعب والارهاق وعلاقته اليوم بهي الامراض، كمان في عندنا الاشخاص يلي بيلعبوا رياضه بفصل الصيف بيبذلوا مجهود اكبر، بيكون في عندهم تعب، قد ايه يمكن اليوم نتيجه الشوب كمان قد ايه ممكن يصير في عندهم امراض تنفسيه، ضيق بالتنفس في حال كان زياده ومبالغ بالموضوع؟ يعني دائما درهم وقايه خير من قنطار علاج. اللعب بالشمس الحارقة هذا نوع من أنواع الانتحار صراحة، وكل النوادي اللي بتحترم حالها ما بتعمل هالشي. دائما وقت بتكون أشعة الشمس قوية يفضل عدم التعرض للشمس. اليوم الشمس هي العامل الأساسي دكتور اللي عم تضوي عليه ضمن فقرنا ارتفاع درجات الحرارة. طيب خلينا نروح للأعراض، بعيدا عن التهاب القصبات العادي، بعيدا عن الزلات التنفسية البسيطة، اليوم عندنا في شيء التهاب رئوي حاد، شو ممكن تكون أعراضه عند الشخص أو تظهر عليه؟ هلأ الرئة لحتى تنصاب بالجراثيم لازم يتحقق عدة شروط. التهاب الرئة يعني جراثيم عفوا وصلت للرئة وأصابت الرئة. أول شغلة
الجراثيم اللي بتجي من الطرق التنفسية العلوية بتكون موجودة بالأنف، موجودة بالجيوب، وهي بتنزل للرئة. وبالتالي وقت بيكون أنا عندي مشكلة بالأنف والجيوب إجباري ممكن يصير عندي مشكلة بالرئة. طب كيف ما بيصير عندي أنا مشكلة بالأنف والجيوب؟ هو كثرة السوائل، الاستنشاق، لازم دائما رطب أنفي وتمي. هذا كتير بيفيد أنه أعمل أنا وقاية للطرق التنفسية العلوية، وبالتالي بمنع الجراثيم تصل للجهاز التنفسي، وبالتالي ما بصير عندي التهاب رئوي. الشغلة الثانية، الجراثيم بتصيب الرئة مباشرة عند الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالمناعة، مثل حضرتك بتفضلتي جهاز المناعة جهاز كتير مهم. بس المريض عنده سكري، هذا بده ينتبه. مريض عنده مشاكل بالقلب، قصور قلب. مريض عنده مشاكل بالكلى. مريض عنده كانسر، عنده سرطان خباثة بمكان ما بجسمه. هدول مريض عم بياخد كورتيزون لفترات طويلة، مريض عم بياخد مثبطات مناعة، عنده التهاب مفاصل، عم بيضطروا يعطوه مثبطات مناعة. هدول المجموعات من الأشخاص هدول بينصابوا بالتهاب الرئة، أكثر عرضة بيكونوا، وبالتالي هدول لازم يكون عندهم وعي. وبعتقد أطباءهم حيعطون التوجيهات إنه هدول أي ارتفاع بالحرارة، أي أعراض تنفسية بسيطة، لو كانت سعال أو ضيق نفس اللي هي أعراض ذات الرئة أو التهاب الرئة، هدول ضروري جدا يراجعوا الأطباء المختصين لحتى يعطيهم العلاج المناسب. فإذا التهاب الرئة له علاقة من جهة بمناعة الشخص، هل هو شخص سوي المناعة أو شخص فعلا عنده مشاكل، وله علاقة بالطرق التنفسية العلوية. في شيء بالفرنسية بيسموه بورت دانتري، يعني باب الدخول. باب الدخول للجهاز التنفسي السفلي هو فوق. طول ما هو فوق نظيف وما في مشاكل بالجيوب ولا بالأنف، طول ما احنا نحسن الوقاية للجهاز التنفسي. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن الالتهابات الرئوية وبعد ما خبرتنا عن الأسباب والأعراض، خلينا نوضح اليوم طرق العلاج. نحن كيف عم تكون خطة العلاج في حال كان عندنا التهابات بالرئة؟ العلاج بيعتمد على شدة الإصابة وعلى قديش التهاب الرئة عمل مشكلة عند المريض. تمام. يعني في التهاب رئة يكفي أن المريض يأخذ، وإذا كان عم بيحكي على التهاب الرئة الفيروسي عفوا الجرثومي الناجم عن الجراثيم، التهاب الرئة الفيروسي ما علاجاته له علاجات خاصة حسب شدة التأثر الرئة. في ناس فعلا بتكون الإصابة الرئوية شديدة واخذ كذا مكان بالرئة، وبالتالي هدول علاجهم ممكن يكون بالمستشفى بكذا مضاد حيوي. وفي مرضى عندهم التهاب رئة بسيط، مجرد مضاد حيوي واحد، صاد حيوي واحد يكفي تماما ومريض بيتحسن. فإذا الموضوع له علاقة بشدة الإصابة وله علاقة بمناعة المريض، هي بتحدد نوعية العلاج. للأسف دكتور، بعض الأشخاص فقدوا حياتهم يعني بسبب هي الحالة، كانت خلينا نقول بمستوى جدا متفاقم يعني. طيب اليوم حضرتك نوهت على موضوع الربو وقلت اليوم إنه درجات الحرارة أيضا عم تعمل تفاقم للحالة. طيب إذا بدنا نروح للأطفال بفصل الصيف، يعني هل أيضا هن معرضين لنفس الحالة اللي عند الكبار؟ 100% 100%. الأطفال قد ما هن نعتبرهم كائنات صغيرة وضعيفة، لكن كائنات عندهم مناعة كتير كبيرة، وبالتالي ما ينطبق على الكبار، ينطبق على الأطفال لكن أقل. يعني الطفل بالعكس بفصل الصيف إحنا لازم يروح على المسبح، يتعرض للشمس مشان فيتامين د. مناعة الطفل بتضل أفضل من مناعة الكبير، عكس ما احنا متخيل انه مناعته انه سيئه. بس بنرد بنقول مثل ما احنا قلنا في مجموعات من المرضى الكبار هل هن عندهم امراض بتاثر على المناعه، كذلك الاطفال. في اطفال عندهم سكري بياخذوا انسولين، في اطفال عندهم بدانه شديده، في اطفال عندهم ربو شديد، في اطفال عندهم مشاكل قلبيه. وبالتالي هدول الأطفال كمان، هدول المجموعات من الأطفال التعامل معهم بده يكون بطريقة خاصة تماماً. يعني التوجيهات اللي بتنعطى لهم
تختلف عن الأطفال العاديين. من السلوكيات والأخطاء الشائعة اليوم يلي يمكن منساويها كلياتنا اليوم، ممكن نكون قاعدين بمكان بارد فجأة نطلع لجو حار، أو ممكن أحيانا نكون عم نتحممنا ونقعد بمكان بارد ناخد سوائل باردة. يعني هيدي التفاصيل اليوم دكتور وهيدي السلوكيات الخاطئة، خلينا نوضح شو آثارها سلبية اليوم على الجهاز التنفسي، وشو بتخبرنا كمان ممكن سلوكيات خاطئة ونحن كيف نتعامل معها. هو دائما المناخ مثل ما عم نقول له علاقة بالأمراض التنفسية، يعني احنا بنشوف مثلا بنشوف أمراض تظهر بالانتقال، مثلا احنا انتقلنا افترضنا من فصل الخريف لفصل الشتاء، النقلة هي غيرت يعني أول شيء ساهمت إنه تظهر عوامل كتير محسسة، يعني مثلا افترضنا بالشتاء تظهر الهاوس داست مايت، العت المنزلي، هذا بيحب درجة الحرارة المنخفضة، وبالتالي هذا ما كان موجود بالصيف، كان موجود عفوا بالخريف كان موجود لكن كميته أقل، فبيجي المناخ صار مناخ بارد بالشتاء وبالتالي صار في نمو لعوامل محسسة أكثر. احنا كنا بفصل الشتاء انتقلنا للربيع، طب في غبار طلع بفصل الشتاء؟ طبعا في نباتات بتعطي غبار طلع طول السنة، لكن كلها تمنع فصل الربيع هو فصل غبار الطلع، وبالتالي الانتقال غير تركيب المناخ وبالتالي أثر على الشخص اللي هو فعلا عنده حساسية. الـ بالنسبة للأشخاص العاديين يفضل دائما عدم الانتقال الحاد، لأنه تغير درجة حرارة الجو والرطوبة تختلف من غرفة لغرفة، هذا ممكن يأذي الجهاز التنفسي عند بعض الناس، لأنه بتغير حرارة الهواء المستنشق ورطوبته، وبالتالي ممكن أنه يتأثر. كلها بنعرف أنه الأنف ما بيشتغل فقط حاسة الشم، الأنف جواته في شيء اسمه قرينات أنفية، هاي قرينات أنفية تشتغل شوفاج بالشتاء، تشتغل كونديشن بالصيف، وبالتالي لما احنا ما بنخلي هالقرينات تشتغل بشكل مزبوط لحتى تدفي الهواء بالشتاء او تكيفه بالصيف، معناته انا عم فوت هواء للجهاز التنفسي ما له دافي وما له مكيف، وبالتالي صحيح. انا بعرض جهازي التنفسي اكثر واكثر واكثر للامراض. صحيح دكتور، اليوم هيك بعض الاجراءات الوقائيه هي كفيله اليوم انه نحن نقطع بحالات خلينا نقول قليله، يعني مثل ما ذكرت حضرتك بعض النصائح، نحن كيف قادرين اليوم نفصل ما بين درجات حرارة طلعتنا من البيت والواقيات اللي كان على الوجه وكان على الرأس. شكرا طبعا. دكتور مازن لحضورك اليوم وصباحك صحة، أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور مازن ولكل المعلومات اللي قدمتها، وأكيد بالصحة والسلامة للجميع. شكرا لكم. نحن مكملين بفقراتنا، ومثل ما قلنا اليوم حيكون لنا وقفة بصباحنا لليوم مع المتنبئ الجوي حسان الجردي اللي تعودنا كل نهار سبت يكون معنا ضمن اتصال هاتفي. اليوم درجات الحرارة عم مرتفعة كتير يا هايدي، ومثل ما سمعنا أنه اليوم وبكرة حتنزل، ولكن نحن على موعد مع صيف ما شاء الله. تمام. أستاذ حسان صباح الخير. صباح الخيرات، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ حسان. يعني مثل ما ذكرت رشا، نحن يمكن اشتقنا لحتى نسمع انه في منخفض جوي من حضرتك. أيوة تماما، ولكن اليوم يمكن عم نلاحظ انه في ارتفاع كثير كبير بدرجات الحراره. خبرنا اكثر كيف عم تكون درجات الحراره بمحافظاتنا السوريه، احوال الطقس، ممكن نشهد بالايام القادمه اي منخفض جوي ام لا؟ نحن دائما بارتفاع متزايد، خبرنا اكثر تفاصيل عن الموضوع. شكرا لك. بدايه صباح الخير المسجد لك لبنيه الاخباريه السوريه بشكل عام. يعني الموجة الحارة اللي اثرت على المنطقة خلال الفترة الماضية، يعني في وسط المنطقة جروتها كانت 84 الماضيين، ارتفعت الحرارات بشكل كبير في اغلب المناطق، اجواء كانت الى شديدة الحرارة بمختلف المناطق على امتداد الجغرافيا السورية. هيدا الاسبوع، بداية الاسبوع هذا اليوم راح تبلش الموجة بالانحسار بشكل تدريجي عن اجزاء البلاد، بداية من المناطق الغربية والساحلية. اليوم الحرارات بتزيد الانخفاض بشكل طفيف، بس بتضل اعلى من المعدل باغلب المناطق بنحو 4-7 درجات مئويه، والجو بشكل عام عم يكون صحو وحارا في اغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم فوق مرتفعات الكلمون. رح نتاثر بحاله عدم استقرار ضعيفه الى متوسطه الشده، بتؤدي الى زخات محليه عشوائيه بالحدوث خاصه بمرتفعات الكلمون. اللي حتكون الفرصه نهار الاحد والاثنين تمتد الى اجزاء من المنطقه الوسطى والجزيره والمنطقه الغربيه، وراح يكون الانخفاض بدرجات الحراره بشكل تدريجي ومستمر
خلال اليومين القادمين، بس بده يكون الانخفاض بالمناطق الغربيه نهار بكره اكثر من باقي المناطق. هلا بشكل عام مثل ما ذكرت فرصه الهطول اليوم فوق مرتفعات القلمون على شكل زحفات خفيفه محليه عشوائيه الحدوث من المطر. تبقى الاجواء سديميه شديده الحراره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه، والرياح غربيه الى جنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتدله والبحر. خفيف ارتفاع الموج نهار بكره، في انخفاض ثاني على درجات الحراره بس المناطق الغربيه والساحليه رح يكون الانخفاض فيها اكثر من باقي المناطق، ورح تكون الحرارات او معدلاتها بالمناطق الغربيه بينما تكون اعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئويه في باقي المناطق. والجو بشكل عام بين الصحو والغائم نسبيا معتدلا على المناطق الغربيه، حارا نسبيا في باقي المناطق مع استمرار فرصه الهطل على شكل زخات عشوائيه خفيفه محليه الحدوث بمرتفعات القلمون واجزاء من المنطقه الوسطى. الانهار استمرار بدرجات الحراره منتصف الاسبوع هو رح يكون ذروه الانخفاض، رح تكون الحراره حول معدلاتها بمعظم المناطق، اجواء بيئيه معتدله، خلينا الوسطى اجواء معتدله بين الصخر والغائمه جزئيا. فرصه الهطول المطري رح تكون مثل ما ذكرت بالمناطق الغربيه بالجزيره بمرتفعات القلمون. هلا اعتبارا من منتصف الاسبوع من الثلاثاء حتى نهايه الاسبوع رح ترجع الحرارات ترتفع من جديد، ولكن مو بالارتفاع اللي لاحظناه الفتره الماضيه. راح تكون الاجواء اجواء حاره نسبيا الى حاره نهايه الاسبوع هيدا، حرارات راح تكون اعلى من معدلها نهايه الاسبوع من 3 إلى 5 درجات مئويه تحديدا نهار الخميس والجمعه القادم. درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 40 و21، القنيطره 32 و20، القلمون المرتفعات الجبليه 30 و19، درعا 38 و20، السويداء 34 و20، المنطقة الوسطى حمص وحماة 40 و22، الحسكة منطقة الجزيرة 42 و28، بالساحل اللاذقية طرطوس 32 و24، بالشمال حلب 40 و23، إدلب 37 و20، دير زور رق البوكمال المنطقة الشرقية 43 و28، بالبادية مدينة تدمر 41 و26. أجواء راح تكون معتدلة بداية الأسبوع تتحول إلى أجواء حارة نسبيا نهاية الأسبوع بمختلف المناطق. وبشكل عام دائما نحن بفصل الصيف، ونحن فصل الصيف يعني تحديدا هو 20 هيدا الشهر بيكون اليوم الاول من فصل الصيف، بنوجه حزمه من التحذيرات، عدم التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الذروه، عدم اشعال الحرائق الناس اللي بتوع الغابات وخاصه بالمناطق الحراجيه الزراعيه الغابات، وعند حدوث الحرائق ابلاغ الجهات المختصه بذلك، وشرب كميات كافيه من المياه لتعويض النقص بالمياه نتيجه ارتفاع درجات الحراره. ايضا من الاجواء السدينيه المغبره بالمناطق الشرقيه والباديه والجزيره اللي بتاثر سلبا الناس اللي عندهم حساسيه ضد الغبره، وناس اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي، وايضا بتاثر على مستوى الرؤيه الافقيه. ونتمنى الامانه والسلامه للجميع، وهيدا الاسبوع رح يكون مختلف تماما عن الاسبوع الماضي، ورح تمرق هيدا الصيفيه مثل ما مرقت الصيفيات الثانيه باذن الله تعالى. تمام، شكرا كثير لك استاذ حسان الجردي، كنت معنا عبر اتصال هاتفي. شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، مكملين معكم مشاهدينا، ورح ننتقل لفقره جديده. يا رشا اكيد هادي من الحراره حنروح لحراره التعصيب، الضغط والامتحان والخوف اللي يصاب في الطفل الشاب الصبي والاهل، يعني هنون فتره يعني بدها تعدي هلا او بعدين، ولكن للاسف الضغط اللي عم بيصير، التعصيب اللي عم بيصير من الاهل على الطالب عم تكون سلبيه جدا على اداء الطلاب ضمن الفحوصات. ونحن دائما بننوه انه هذا الشيء حق طبيعي ومن عاطفه الاهل على الشباب والصبايا، ولكن اليوم هن بمرحله حساسه، نحن عم نحكي عن مرحله المراهقه اللي هو يعني بيكون طبيعي عنده خربطه بتفكيره، خربطه بهرمونه، فبيجي هاي الفتره بدل ما تكون فتره راحه لإله، فتره خلينا نقول جبران خاطر للاهل، دائما بتحس في مشاحنات، بتلاقي انه عم يمرق الفحص بس بده اخر نهار يمرق فيه. معك حق يا رشا، يمكن ايام كثير قليله وطلاب الشهادات الاساسيه والثانويه بيخلصوا امتحاناتهم، ما بعرف اذا سمعتي يمكن كانت بعض الامتحانات صعبه عليهم. صحيح. هذا الشيء يمكن خلى في توتر وقلق عند طلابنا، كيف لازم اليوم ندعمهم نفسيا اكثر كرمال يكملوا امتحاناتهم الباقيه ويحققوا النجاح؟ اكيد
كل طلابنا، تفاصيل كثير مهمه لحتى ندعمهم نفسيا ونعطيهم هيك دعم نفسي ومعنوي كرمال يتجاوزوا هي المرحله. تفاصيل كثير مهمه رح تخبرنا عنهم لليوم الاختصاصيه التربويه ولاء لحلح. صباح الخير استاذه ولاء. هلا يسعد صباحك. اهلا فيكم. هلا صباح الخير. عندك شهادات السنه؟ لا الحمد لله. اليوم دائما الاهل بتحسيهم مضغوطين اكثر من الطالب نفسه، يعني لانه حابين اليوم ابنه يكون بمستوى جيد يعني، ولكن الفتره يعني هي حتخلص صح الامتحانات، ولكن بالايام الباقيه بعد الضغوطات اللي صارت ببعض الامتحانات تمام. خوف الاهالي، بعض الطلاب قالوا لك انا حانسحب بعد ما مثلا ماده ما كثير كانوا فيها مناح، اليوم كيف قادرين نثبت هذا الطالب وندعمه ايجابيا لانتهاء الامتحانات؟ للامانه في بعض الاهالي بدهم دعم نفسي اكثر من الطالب نفسه، يعني العصبيه اللي عند بعض الاهالي، التوتر، القلق، الخوف عم يكون بصوره مبالغ فيها، ما عم يكون ضمن الحدود الطبيعيه، فنحن بدي وجه اكيد تحيه ان شاء الله كل التوفيق وكل النجاح لكل الطلاب ان كان التعليم الاساسي وان كان طلاب البكالوريا، فبدهم يكونوا رواء، بدهم يتحلوا بالصبر، بدهم يكونوا هادين، ان كان الطلاب وان كان الاهل، لانه الكلمه لها كثير تاثير نفسي، ان كان على هذا الطالب وان كان على هي الاهل، يعني بعمر العصبية والتوتر والانزعاج ما جاب نتيجة، بالتالي هذا الطالب إذا كان أعصابه جيدة، إذا كان مرتاح نفسيا، إذا كان ضمن عائلة إيجابية بعيدة عن المشاكل، بعيدة عن الخلافات، فهالشي رح يؤدي لتحسين التركيز بالدراسة، وبالتالي رح يقدم بالامتحانات بطريقة حلوة. أما الأشخاص السلبيين العصبيين، إن كان الأهل أو الطلاب، البيت اللي فيه مشاكل اللي فيه مشاحنات، إجباري هذا الشيء رح يأثر على تركيز الطالب، رح يصير عنده تشتيت ذهني، ما رح يقدر يدرس أو يحصل على النتيجة اللي هو متوقع. بالتالي الدور الأول والأساسي والأهم هن للأهل قبل الطالب. طبعاً الطلاب عليهم يعملوا اللي هو مطلوب منهم، يدرسوا، يجتهدوا، يتابعوا، يفترض من أول العام الدراسي، يعني أكبر خطأ أنه ننطر لفترة الامتحانات لحتى نبلش ندرس، لا، لازم يكون في تخطيط، لازم يكون في خطة دراسية من أول العام الدراسي، لأنه التخطيط والتنظيم هو أحد أهم أهداف النجاح، إن كان بالدراسة وإن كان بالعمل، فالطالب لما بيوصل لفترة الامتحانات ماشي على خطة دراسية معينة، طبعاً متنوعة تتناسب مع قدراته العقلية، تتناسب مع قدراته العلمية أو الأدبية، طبعاً حسب ميول هذا الطالب وحسب ظروفه النفسية وحسب ظروفه العائلية. بنلاحظ أنه في طلاب شاطرين ومجتهدين بمواد، بينما المادة الثانية لك صعبة أو غليظة، وكتير ضروري التنويع بين المواد الدراسية، يعني فرضا ابني اليوم تاسع، فأنا يوم بخليه يدرس رياضيات، ثاني يوم بخليه يدرس مواد أدبية. هذا التنويع أولا بيعطي راحة نفسية لهذا الطالب، بيعطي عدم تخزين لنفس المادة لنفس النمط من المادة الواحدة، وبالتالي التخطيط والتنظيم هو أحد أهم أهداف النجاح، وإن شاء الله يا رب النجاح والتوفيق للكل. الأهل يكونوا شوي رواء شوي ريلاكس، يعني في حال الطالب ما قدم منيح بهي المادة أو ما جاب النتيجة المطلوبة بهي المادة، ما خلصت الدنيا، ممكن يعوضها بالمادة الثانية، ممكن يدرس ويجتهد أكثر بالمادة اللي بعدها. صحيح. يعني شيء ممكن يعوض شيء، ولو لا سمح الله رسب بهي المادة فما خلصت الدنيا، فما بدها كلها العصبية، ما بدها كلها التشنج، ما بدها كلها التوتر. تمام ولاء، يعني بالنسبة لهذا الخوف والتوتر للأسف ما بيوقف بمكان معين، لأنه ممكن نلاحظ أنه هذا الخوف ممكن يستمر لبعد الامتحانات، لفترة النتائج، قد رح جمع، شو رح يطلع لي أفرع بالجامعة، هذا الخوف مستمر اليوم عند طلابنا، ولكن كيف بنعمل اليوم كنترول لهذا الخوف والتوتر إن كان عند الأهالي أو عند الطلاب حتى كرمال يمكن ما نخلي أي شيء سلبي يأثر عليهم؟ هلا بالبداية هذا الخوف طبيعي، هذا الخوف، هذا القلق الامتحاني بدل انه الطلاب على قدر من المسؤولية، انه انا طالب لازم اقدم منيح، فنتيجة هذا الاحساس العالي من المسؤولية بيكون عندنا هذا الخوف او هذا القلق الطبيعي اذا كان بصورة طبيعية، اما اذا كان بصورة مبالغ فيها فهون لا، بننصحه يلجأ لأخصائي نفسي يحكي له هاي المشاعر السلبية، يعبر له عن خوفه بالطريقة الصح ليتخلص من هي المشكلة. أما إذا كان هذا الخوف، هذا القلق بطريقة طبيعية، مجرد قدم أول مادة اللي هو خايف منها، فهو بالعقل الباطن أخذ على جو الامتحانات، أخذ على هذا الجو، صار عنده أنه كسر فوبيا الخوف من هي المادة، كسر فوبيا الخوف من هذا الامتحان،
هذا القلق مثل ما ذكرنا هو طبيعي، يفترض يكون عند كل الطلاب. هون الأهل بدهم شوي يخففوا عن هذا الطالب بتقديم التحفيز، الكلام الإيجابي، البيئة الإيجابية، وكمان نحن بدنا نركز على نقطة كتير مهمة اللي هي النوم الكافي. يعني للأسف في بعض الطلاب تقولك والله أنا رايحة على الامتحان ماني نايمة ساعة، هذا أكبر خطأ، لأنه العقل بحاجة ليرتاح، الذاكرة لحتى تخزن المعلومات بحاجة لتاخذ بريك. فالنوم الكافي من 7 لـ 8 ساعات ليلا أولا بيعدل المزاج، ثانيا بيساعد على التركيز، وبيساعد على التركيز بالمواد الدراسية اللي عم يدرسها هذا الطالب. كمان أحد أهم الاستراتيجيات اللي هي التغذية السليمة، يعني ننصح كل الطلاب خلال فترات الامتحان يبتعدوا عن المأكولات الدسمة، عن الأكلات الثقيلة، عن الطعام المقلي، يحاولوا قد ما فيهم يركزوا على الخضرة والفواكه، وخاصة الخضروات الورقية الخضراء. كمان بننصحهم يركزوا على المواد الغنية بالبروتين، لأنه في مقولة بتقول لك العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. فلهيك كتير ضروري يكون وجبات طعام متوسطة وموزعة على طول النهار. ما بصير والله يضل الطالب لآخر الليل ليأكل، لأنه إذا أكل بده تتشنج معدته من التوتر اللي عنده من الامتحان. كمان بننصحهم بشرب كميات كبيرة من المي، خاصة نحن بفصل الصيف ودرجات الحرارة كتير عالية. هاي المي بتعطي رطوبة للجسم، بتحسن المزاج، بتعدل الطاقة ككل لجسم هذا الإنسان، وبالتالي بتساعد على التركيز. كمان بعض الأمور الهامة اللي بننصحهم فيها اللي هي أخذ فترات استراحة. يعني أنا إذا طالب والله 24 ساعة بيدرس، لا، هذا أكبر خطأ. أنت بتدرس ساعة بتاخذ بريك ربع ساعة، أو بتدرس ساعتين بتاخذ استراحة نص ساعة. هي النص ساعة كفيلة بأنه تخزن المعلومات بالذاكرة بعيدة المدى. هي الذاكرة بعيدة المدى رح تساعدك ضمن الامتحان أنك تسترجع. أنت عم تعطي بريك للعقل. خلال هي الربع ساعة أو النص ساعة الطالب ممكن يسمع غنية رايقة، ممكن يمارس تمارين رياضة خفيفة الغير مجهدة، مثل تمارين التنفس، مثل تمارين المشي، ممكن ممارسة بعض تمارين اليوغا. طبعا بتختلف السعادة من طالب لطالب تاني، هون بنرجع لظروف هذا الطالب النفسية والاجتماعية والعائلية. وأكبر خطأ للأسف عم نواجهه اليوم هي مقارنة الأهل، نقارن هذا الطالب بأخوه اللي أكبر منه. فعزيزتي وعزيزي شاهد، مو شرط إذا ابنك الكبير دكتور أو مهندس الله يحمي لازم كل أولادك يكونوا دكاترة أو مهندسين، لا، كل حدا عنده قدراته الإبداعية، عنده قدراته العقلية، وعنده القدرة على التركيز. يعني نحن ضمن المجتمع مثل ما نحن بحاجة للطبيب وللمهندس، أكيد بحاجة للأستاذ، بحاجة للحلاق، بحاجة للمهن، بحاجة للحرف. فكتير أمر خاطئ عم يلجأوا له كتير من الأهالي أنه تقارن ابنه بابنه الكبير أو بابن خالتك أو بابن جارتك. بدك تراعي أنه ظروف هذا الطفل، المرحلة العمرية الحساسة اللي عم يمر فيها هذا الطالب، غير المرحلة العمرية اللي أدت أنه والله ابنك الكبير يكون طبيب. كمان من الأمور يلي كتير هامة ولازم نركز عليها يلي هي أنه تنوع ضمن المواد الوحدة، وكمان التواصل الاجتماعي. يعني ما بيصير اليوم أنا عند ابني امتحان فأنا بعمل له عزلة اجتماعية، لا رفقات، لا أقارب، لا جيران، ممنوع تطلع من الغرفة، ضل قاعد بالغرفة. هذا بيعطيه ستريس، أولا عم تعملي ضغط نفسي على هذا الطالب، عم تخوفيه أكثر من هم الامتحان، من فترة الامتحان. لا، نحن مثل ما ذكرنا قبل شوي خلال فترة الاستراحة ممكن هو يتواصل مع أصدقائه عن طريق الإنترنت، ممكن يقعد مع العائلة، ممكن يلجأ لطبيب مثلا أو لرفيق أو لأخوه أو لابن جيرانه اللي هو بحس أنه ممكن يساعده نفسيا. لأنه الدعم النفسي ما بيختصر على الأخصائي، لا. صحيح. ممكن الأخ أو الأم أو الأب هن يكونوا الداعمين النفسيين. مثل ما ذكرنا التحفيز، الكلام الإيجابي، نحن بدنا نزرع ضمن أبنائنا الطلاب أنه التفكير الإيجابي هو أكبر مساعد وأكبر محفز للنجاح والاستمرارية. لأنه مجرد ما كان تفكيره إيجابي هالشي رح يعطيه نوع من الراحة، نوع من السلام النفسي. يعني بدل ما يقول الطالب والله أنا خايف من هالمادة ممكن ما أقدم صح، كتير صعبة هاي المادة، لا، حتى كلامه يخليه إيجابي، حتى تفكيره يخليه إيجابي، أنه أنا بعمل اللي علي، بجتهد، بدرس، وبالتالي رح أحصل على نتيجة تعبي، لأنه هذا التعب أكيد ما رح يروح سدى. أكيد اليوم نصائح ومعلومات ذكرتيها. نحن نجي ليوم الفحص ونصير بدنا نغذي الطالب، ونصير بدنا نخليه ينام بكير، ونعطيه فترات استراحة، ونعطيه مساحة
طيب نحن قبل ما نوصل ليوم الامتحانات نحن عندنا أشهر كان بحاجة إلى تنظيم، بحاجة إلى تخطيط، نحن كيف قادرين نوزع مهام هذا الطالب خلال الأشهر ليصل لفترة الامتحانات وهو مرتاح؟ ونشوف اليوم طلاب كثير مرتاحين يعني. طيب خلينا نرجع لفترة التأسيس يعني كرمال ما نصل لهذا الضغط اللي عم بيعيشوه الأهالي قبل الطلاب. هون بنرجع للخطة الدراسية، الخطة الدراسية مطلوبة من أول يوم بالمدرسة. نعم. أنا ما بدي أنطر ليجي الامتحان لأضغط حالي وأدرس كل المواد وركز، إجباري ما رح يكون في نتيجة مطلوبة، إجباري ما رح تحصل على النجاح. أما وخاصة عم نلاحظ يعني قبل الامتحان عم يكون يوم أو يومين، فهذا الوقت أنت يفترض بس تراجع المواد فيه، يفترض تكون دارس المواد طيلة العام، يفترض يكون في أسلوب حياة من أول يوم دراسي. فرضا أنا ابني اليوم تاسع أو ابني بكالوريا، من أول يوم بالمدرسة يكون رفيقته، كون الداعم النفسي له، ممكن سمع له، ممكن خلال الفترات الامتحانية أنا أعمل له جو امتحاني بالبيت، أعطيه أسئلة، حدد له وقت معين خلال هذا الوقت أنت بدك تجاوب على هي الأسئلة. فهون الطالب بفوت على الامتحان وهو آخذ على هذا الجو أنه أنا ضمن هذا الوقت لازم حل هذا الكم من الأسئلة. فهي الامور بترجع للأهل الأول وتكتل نقطة جدا مهمة هي الوقت. قد شفنا اليوم طلاب يعني كانت الشكوى الأولى أنه نحن ما لحقنا. صحيح. طب السنة كاملة كيف يعني ما لحقنا؟ ما لحقوا بالامتحانات يعني ما قدروا أنه ينظموا وقت كتابتهم بالامتحانات مع الوقت المعطى يعني لحل المادة يعني. هلأ هون مش طالب كان بده تدريب من الأول. تمام. طالب لما كان دارس المادة كل الفصل وكل السنة راجع قبل الامتحان بيوم، اجى على الامتحان فهو رح يقدر يسترجع المعلومات بطريقة أسرع. كمان بعض الأغذية ممكن تساعد على تنشيط وتحسين الذاكرة، يعني مثلا عندنا فول الصويا، ننصح كل الطلاب ياكلوا فول الصويا بفترة الامتحان. فول الصويا اولا بيحوي على بروتينات، ثانيا هو محفز للذاكرة وبيزيد نسبة الذكاء وبيساعد على استرجاع المعلومات، يعني ورخيص نوعا ما مقارنة مع باقي الأطعمة. فنحن نحاول قد ما فينا نرتب وننظم من اول السنة، ما ننطر لوقت الامتحانات لحتى نركض ونركض وما نلحق. نرجع للخطة الدراسية، لخطة تنظيم الوقت اللي يفترض تكون ما بين الأهل وما بين الطالب. يعني الطالب أولا مضغوط عنده تقديم بكامل الكتاب، ثانيا امتحان، ثالثا فترة مراهقة فترة حساسة وصعبة، فيفترض الأهل يتابعوا مع الطالب من أول يوم. نعم. فرضا أنا ابني مقصر بمادة الرياضيات فممكن ألجأ للدروس الخصوصية، ممكن تابع مع دروس خصوصية خلال الفصل الأول والفصل الثاني ليوصل للامتحان وهو مرتاح وهو قادر يحل الأسئلة ضمن هذا الوقت يلي مخصص للإجابة عن هي الأسئلة. يمكن اليوم طريقة تنظيم الوقت هي مشكلة عند كثير من الطلاب، ما بيعرفوا كيف يديروا وقتهم اليوم كرمال الدراسة. خلينا نحكي اليوم أستاذة ولاء، يمكن قبل ما بلشت الامتحانات كان في تركيز وهمة عالية من الطلاب بالتحضير للامتحانات والمواد، ولكن اليوم بعد ما قلت المواد بقيان كم مادة بتلاحظي أنه هذا التركيز بلش يخف، هي الهمة بلشت تخف عن طلابنا. اليوم نحن كيف قادرين نخليهم يركزوا أكثر بدراستهم كرمال يعني يمرقوا المواد البقيانة وما يكون أي تأثير اليوم على تحصيلهم الدراسي؟ للأمانة سؤالك كتير حلو وكتير مهم. شكرا. هلأ بتختلف التركيز عند طالب لطالب تاني، يعني في طلاب بتقلك والله أنا بدرس وبركز أنا عم أسمع أغاني، في طلاب بتقلك لا أنا بدي هدوء لأقدر ركز، في طلاب بتقلك أنا بس درست مع رفقاتي خلص بركز أكتر وبحفظ أكتر. نحن بننصحهم باستخدام حواس أكتر أثناء الدراسة. ليش؟ لأنه الدراسات أثبتت أنه الطالب بس استخدم أكتر عدد من الحواس، فالكتابة مثلا وقراءة المعلومة هو والطالب عم يكتبها هو عم يستخدم حواس أكتر، بالتالي رح ترسخ المعلومة بذهنه بشكل أكبر. مثل ما ذكرنا كمان التغذية له دور، الأهل لهم دور، النوم الكافي لهم دور، فبالتالي نحن ما ننطر فترة الامتحانات لنصلح خطأ سنة، لا يفترض من أول السنة في أسلوب معين، في خطة دراسية، في خطة ممنهجة منظم عليها الوقت لنوصل للامتحانات ابني خالص كل المنهاج، ابني ما عنده خوف من مادة معينة، تبقى بس فترة مراجعة. هون ممكن الأب أو ممكن الأم هن يكونوا رفيق لهذا الطالب. صحيح. يسمعوا له، يراجعوا المعلومات هن وياه، وبالتالي هذا الشيء رح يعطيه كتير شعور بالراحة النفسية
ورح يروح على الامتحان ثاني يوم هو واثق بنفسه، واثق بمعلوماته، واثق انه رح يقدم ويجيب العلامه اللي هو بده اياها. دائما الطلاب يمكن نقطة الترهيب بتكون عندهم مشكلة أثناء السنة كلها، يعني بتلاقي أنه تهديد وترهيب من الأهل على طول. يعني دائما ذكرتي نقطة أنه نحن نآمن بقدرات وطاقات الشباب والصبايا، وكل حدا يعني حسب طاقته نبتعد عن المقارنة. إن شاء الله هيك بتمرق هاي الفترة بيسر وسهولة، وهيك ما يضيع تعب لا الأهالي ولا الطلاب. شكرا أستاذة ولاء على حضورك اليوم، شكرا لكم، الله معك يكون بالأيام اللي جاي بالشهادات. شكرا لك استاذه ولاء ولكل المعلومات اللي قدمتيها، وفعلا لازم اليوم نقول انه البكالوريا هي مو نهايه العالم، لازم دائما نحاول نخفف قد ما فينا على طلابنا كرمال يتوفقوا بامتحاناتهم. شكرا لك. شكرا اهلا وسهلا. اهلا فيكم. نحن حنروح على تقرير هادي قبل ما نستقبل اخر ضيوفنا لليوم، وحنروح لحلب، وبهدف التمسك بالهويه الثقافيه السوريه المقاومه، عنوان للندوه التي اقامتها مديريه الثقافه بحلب بالتعاون مع مؤسسه ارض الشام بالمركز الثقافي العربي في مدينه نبل. تلا الندوه معرضا فني بعنوان القدس في عيوننا، تضمن لوحات منوعه عن القضية الفلسطينية. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. التمسك بالهوية الثقافية السورية المقاومة، عنوان الندوة التي أقامتها مديرية الثقافة بحلب بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام بالمركز الثقافي العربي في مدينة نبل. تلا الندوة معرضا فنيا بعنوان القدس في عيوننا، تضمن لوحات منوعة عن القضية الفلسطينية. هذه الفعالية تضمنت ندوة عن تاريخ المقاومة السورية. نتيجة الموقع الجغرافي الهام للجمهورية العربية السورية كانت دائما تحت أنظار ومطامع الأعداء، ترافقت الندوة مع معرض بعنوان القدس في عيوننا. هذا المعرض شارك فيه طلاب مركز فتحي محمد للفنون التشكيلية. الهدف الأساسي من هذه الندوات في مؤسسة أرض الشام هي رسائل في الانتماء والمواطنة وتعزيز هذا الجانب، وخاصة حين نعرض مقاطع فيديو لأطفال يعطون رسائل تربوية قيمية للكبار، وهذه الرسائل هي رسائل أخلاقية بكل معنى الكلمة. الشخصيات الفكرية المتخصصة التي شاركت في الندوة أكدت على أن المقاومة نهج لسوريا عبر الزمن، لأن سوريا حافظت على هويتها الثقافية والعربية وما زالت تدعم الشعب الفلسطيني. كان التضامن كبير والحضور شارك واستفاد كتير، لحتى يعرفوا أنه سوريا ما هي مقاومة اليوم، سوريا مقاومة عبر التاريخ تمام، بحسب موقعها وكسرة خيراتها وموقعها الجيو استراتيجي. هذا الشيء أدى إلى هجمة الطامعين عبر العصور، واليوم سوريا تدافع عن العرب جميعهم بموقعها. الرسالة بأنه طالما هناك دم ينبض في عروق الناس، وطالما هناك رؤوس مرفوعة على أكتاف أهلها، سيشمخ هذا التراب أهلا ورجالا وسلاح، ويدافع في وجه هؤلاء الطغاة ويرجعهم من حيث أتوا. المعرض ضم 25 لوحة لطلبة معاهد مديرية الثقافة بحلب، سلطت فيها الضوء على مقاومة الشعب الفلسطيني للمحتل، كما أكدت الندوة على ثقافة المقاومة المتجذرة للشعب السوري عبر التاريخ. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، ريف حلب. رح نختم مع مساحة قانونية، وتعودنا دائما أنه نسلط الضوء على مواضيع بتهمنا بحياتنا. اليوم عم نحكي عن عقد الإيجار، من أكثر العقود انتشارا سواء لغايات سكنية أو تجارية. اليوم في تفاصيل، في بنود، في كثير من الإرشادات قبل توقيع هذا العقد، شو هي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإمتى نحن ممكن نقدر نفسخ العقد. هذا كثير تفاصيل رح نتعرف هلا. إمتى حنقدر نفسخ العقد؟ أكيد اليوم معلومات هاي خبرنا عنها قانونية ضيفنا لليوم. رح نحكي اليوم عن القانون بفسخ عقد الإيجار والحكم بالأخلاق، ولكن هذا الشيء أكيد بشروط
الشروط لليوم وضع القانون، شو هي هي الشروط؟ رح نتعرف عليها ضمن مساحتنا القانونية. وضيفنا لليوم هو المحامي لؤي الموحد. سعد صباحك استاذ واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح العدالة، صباح الانطلاقات البدايات الجميلة. يسعد صباحك استاذ. خلينا بداية بس نعطي تفصيل مبسط للمشاهدين عن عقد الإيجار ونوضح شو هي حالات دعوى الإخلاء وإمتى تقام. تمام. هلا عقد الإيجار هي وثيقة تثبت العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر، بيكون مكتوب فيها اسم المؤجر والمستأجر، أوصاف العقار في حال كان مفروش، الشيء الموجود ضمن العقار بالتفصيل الممل، المدة المتفق عليها، المبلغ إذا كان مسدد سلفا أو كان يسدد كل شهر، قيمة الإيجار، هاي التفاصيل كلها بتكون موجودة ضمن العقد، هذا كعقد إيجار. تمام. هلأ كدعاوي إخلاء بتفرق من دعوة لدعوة أو حسب سبب الإخلاء، يعني أسباب الإخلاء كثيرة، ممكن تكون للهدم والبناء، يعني صاحب العقار بده مثلا منزل عربي بده يحوله لبناء فبده يهدم، فممكن هون يطالب بإخلاء المستأجر. ممكن يكون مثلا صاحب العقار ما عاد عنده مكان للسكن غير هذا البيت، ممكن يطالب بالإخلاء حتى لو ما خلص عقده المستأجر. ايه بيطالب بالإخلاء، وهون ساعتها بده يعوض هو المستأجر، هذا شيء يعني بتختلف من حالة لحالة. ممكن إذا أساء المستأجر استعمال العقار المستأجر سواء معنوي أو مادي، يعني من ناحية المادية مثلا العقار كان 3 غرف نوم وصالون، حب يكون المستأجر انه الغرفة كبيرة فحول له اياها لغرفتين وصالون ازال احد، فهذا الشيء اساءة مادية لغير من اوصاف العقار. او مثلا كان في شرفة وسكرها، هذا غير من الاوصاف، هي مادية. اما معنوية مثلا حول المنزل لمكان للمقامرة او للدعارة، او صارت احد الحالات اللي هي عصرية انه في احد الناس اللي هن كانوا مشهورين على احد وسائل التواصل الاجتماعي سكنوا هذا البيت ما كانوا بيعرفوا أصحاب العقار، فصار ينبس منه ونعرف أنه هذا العنوان، وكانت البصوص يعني شبه غير أخلاقية. نعم. لا. فكمان هذا إساءة معنوية وطالبوا بالإخلاء، يعني هي من أحد الأمور العصرية اللي اليوم عم تصير. ممكن يكون للتقصير بسبب الدفع، متفقين ما دفع، هون بنرفع دعوة اسمها دعوة للتقصير بالدفع. طيب خليني هون اسالك استاذ لؤي، هي الدعوى امام اي محكمه؟ يعني تمام. هلا هي الدعاوى اذا كان في تعويض للمستاجر، خلينا نحكي بهدول التفاصيل. هلا اذا بنحكي على التقصير، نحن ما بنعوض المستاجر، اذا نحن بنحكي تقصير للدفع اول شيء احنا بنرفع قدام محكمه الصلح. بدها تكون عندنا المده 30 يوم. ما دفع، رفعنا دعوة بلغناه، هلأ من ثاني يوم للتبليغ معه 30 يوم ليسدد هذا المبلغ بالإضافة إلى 5%. هي حالة من الحالات اللي هي تبع التقصير، تقصير بالدفع. أنا عم بسأل بشكل عام بدعوة الإخلاء، يعني أنت ذكرت حضرتك إذا كان عنده أسباب المؤجر اليوم فهو اليوم قانونيا يحق له رفع هي الدعوة. هلأ يعني عشان ما نبندهم كلهم تقريبا بين الشهر وثلاث شهور. هاي المدة اللي بتكون نادر كثير لتمتد لست شهور، ولكن هي من شهر لثلاث شهور. طيب اليوم اذا الشخص اللي قاعد بالبيت هو وين بده يطلع؟ يعني كمان اليوم نحن اذا نزلنا على الارض الواقع اول شيء ما في بيوت يعني بالكم المتوقع. تمام. بالاضافه للاجارات المرتفعه، يعني كمان القانون ما نظر لهي النقطه، يعني انا اليوم عقدي ما نو خالص. هلا القانون ما نظر لهي النقطه بس نظر لليوم الواقع اللي هو موجود. انا ما قلت مثلا اذا هذا بالعقد بيكون الايجار دون الاستئجار، اجى صاحب البيت واجر المستاجر اجر البيت، هو بالاساس هو اللي ارتكب شيء حتى ينخلع. اما هو لو استعمل العقار بشكل صحيح بشكل قانوني بدون اي اساءه، هلا ممكن القاضي ينظر بحاله انه بده يخليه لسبب شخصي. تماما ممكن. انه بده يبني بيت ما عنده مكان للسكن المالك، ايه هون بيطول مهله، بيسمحوا له بمهله. هلا بقى حياه طويله بيعطوه مهله بده ينتقل، ولكن اذا كان هو عم يسيء لا هذا حق القانون. تمام. يعني هو بالاساس ارتكب الجرم. طيب استاذ لؤي خلينا نوضح اكثر، من هو صاحب الحق اليوم باقامه دعوى الاخلاء؟ خلينا نوضح هذا التفصيل. هلا صاحب الحق هو صاحب العقار، ولكن لما بده ينتقل لمرحله الدعوى بشكل فعلي بده محامي. فاذا صح التعبير هو صاحب العقار والمحامي الموكل. بس واليوم المستأجر أمام المحكمة، هل قادر أنه يستأنف؟ هل قادر يأخذ مهلة زيادة مثل ما بنشوف في باقي الدعاوي؟ يعني لأي سبب من الأسباب؟
هلا في بعض الدعاوي ممكن ياخذ مهله اضافيه بيقدم انه انا مثلا عم دور على عقار، في عندي وضع كذا الى اخره، وانا ملتزم وعم يدفع هو، فممكن ياخذ مهله. اما اذا كان مثلا محول البيت لمقامره او دعاره او احد هي الامور او كذا، لا ما بيعطوا مهله ابدا، بيتم اخلاءه بشكل مباشر. بس اليوم ما يعني اللي عم يرفع دعوه الاخلاء لأحد الأسباب اللي ذكرتها حضرتك، هل اليوم المحكمة بحاجة لإثباتات، بحاجة لشهود على هذه الادعاء؟ هلا هون عندنا ثلاث حالات. تفضل. إذا كان في عندنا عقد إيجار مثبت بالبلدية، فهذا العقد اليوم آخذ هو مكتسب الدرجة القطعية، في قوة تنفيذية بترتب عليه إنه يروح بس مجرد على أمام التنفيذ المدني، بيحط العقد بيتم التنفيذ. هاي الامر كثير بسيط، طبعا هذول كلهم بيحتاجوا محامي، يعني بالقانون لازم يكون في محامي، ما بيحسن بشكل شخصي. الحاله الثانيه اذا كان موجود عقد مكتوب عن محامي او عقد بين الشخصين عليه التوقيع، عليه البصمه، بس ما له مثبت امام الجهات اللي هي البلديه. هون بيحتاج لدعوه بيرفع قدام محكمه الصلح، بعدين لتاخذ الدرجه القطعيه وينبرم العقد بيروحوا كمان على دائره التنفيذ المدني. هذا الموضوع بياكل اشهر طويله. نعم. في حاله ثالثه بقى هي اللي اصعب، انه ما بيكون عنده لا كاتب عقد ومثبت او ما له مثبت، ما في عقد بالاساس، قاعد هيك ممكن يكون رفقه مثلا، ممكن يكون بالقرابه بالصداقه باي شيء، وبطل يطلع هذا الشخص. هلا هون في كثير حالات للدعاوي بتختلف حسب يعني وصفها الدقيق، ممكن طرد غاصب، ممكن استرداد الحيازه، في يعني كذا دعوه بتختلف بس حسب يعني التفاصيل تبعها. في عقوبات لهم هدول؟ هون ايه، في ممكن هو بقى هون يتجه بصير جنائيا، انه ممكن هو فات على العقار بدون رضا ابدا، يعني مو بس انه ما رضي يطلع، ممكن كان بالدري انه فتح باب بيته وصار في حدا وساكن. هلا هون بقى بيصير بيرفع امام الجزائيه، وبيصير في اكيد عقوبات، وبيصير في غرامه. هون بتختلف، عم قلك بتختلف الحاله حسب هو شلون دخل على العقار، حسب هو شو عم يعمل بالعقار. صحيح. اذا ما كان في عقد. تمام. يوم يمكن كثير من الناس اللي بنعرفهم ما بيكون عندهم هي الثقافه القانونيه ببعض الامور اللي ممكن يتعرضوا لها بحياتهم، وتحديدا يوم اذا بنحكي عن عقد الايجار والاخلاء، اليوم شو هي الاخطاء الشائعه اللي بتلاحظها اليوم استاذ لؤي بهيدا الموضوع؟ ممكن يوقعوا ضحيه نصب او احتيال، او ممكن كثير من الامور تصير معهم وما يعرفوا يتصرفوا. هلا اول شيء نحن في حال هلا اذا كان في عقد امام البلديه نحن هون كثير مرتاحين، ولكن الحالات الاكثر الشائعه اللي عم يكون عقد عند احد رجال القانون او عقد بين الشخصين، اول شيء نتاكد انه نحن بالفعل انه مالك العقار هو نفس الشخص الموجود معنا عن طريق اي وثيقه بتثبت هذا الشيء بالسجل العقاري او السجل المؤقت او الماليه او اي مكان نحن موجودين في العقار، نتاكد انه هو بالفعل مالك العقار. في موضوع الثاني اللي هو ممكن ينظلم فيه المؤجر، انه بيحطوا مثلا قيمه العقار اقل شيء 50,000 ومسدده لست شهور والتسديد شهري. هو بالحقيقه شو بيكون؟ بالحقيقه مثلا بيكون 1,700,000، بس هن موضوع مشان الضريبه، تهرب من الضرائب اليوم. المستاجر بكل بساطه ممكن يعطيه اخر الشهر 50,000 على العقد، فبالتالي المؤجر خسر حقه. هو اللي تصرف هذا الشيء، ولا يمكن بأي طريقة أنه خلص مو مكتوب بهذا العقد خلص 50-50، هاي اللي بيخسر فيها المستأجر. المؤجر هم المستأجر مبسوط، المؤجر هون هو الخسرة. ممكن في عنا حالات تانية أنه نحن على العقد بينكتب غير عقار اللي احنا موجودين فيه، نتفاجأ فجأة أنه في دعوة انتفعت على الشخص طلعوه من العقار. ليش؟ لأنه أنت مستأجر غير عقار، وبيعطوه غير عقار، ولكن هن في أرقام مخيفة يعني بتكون بين العقارين. فهي الأمور نحن لازم نتأكد من رقم العقار، مين مالك العقار إذا موجود بالسجل، ويفضل أنه يثبت أمام الجهات المعنية اللي هي البلدية. تمام. ويمكن ذكرت نقطة حضرتك أستاذ لؤي، أنه اليوم القيمة الرائجة اللي عم تكتب بعقد الإيجار، يعني حتى المؤجر صار عم ياخذ 6 شهور وسنه، لانه صار عنده وعي بهي الثقافه القانونيه، انه انا اليوم بجوز مستاجر لي هي 25,000 او هي 50,000. يعني خلينا نروح للقيمه الرائجه والتخمين، اليوم مين مسؤول عن هي القصه؟ هلا مسؤول عن القيمه الرائجه هي الماليه. نعم. وكل عقد ايجار بدنا ورقه من الماليه تثبت قديش هي القيمه الرائجه، بعدين بيروحوا فيها على البلديه، بناء عليه بصير حسبه معينه تطلع قديش الضريبه. كيف يتم التخمين اليوم؟ هلا تم التخمين، طلعت لجان خمنت كل منطقه قديش سعر المتر. هلا بالوصف العقاري قديش هو كم متر، مثلا 100 متر بيضربوا بسعر المتر بيطلع قديش القيمه الرائجه.
فهي لجان طلعت مع خبراء عقاريين من كل منطقة وسعرت المتر، وفي أماكن كتير يعني بداية التخمين كانت أعلى بكتير من السعر الحقيقي. طيب اليوم في حال المستأجر بده يخلي العقار أي منزل سكني كان هو مستأجر فيه، في حال كان في تخريب بالبيت أو أي شيء انتزع بسبب هذا المستأجر، شو العقوبات أو شو ممكن يكون في اليوم بنود ضمن عقد الإيجار بهذا الموضوع؟ هلأ أول شيء بيطلع المؤجر هو ولجنة، لأنه في كتير منا يمكن ما بينتبه لهذا الموضوع أو بيعتبر أنه ممكن ما يتحاسب عليه. تمام، بتطلع لجنة مختصة توصف الموجود بالضبط، شو التخريب الموجود. مثلا كاتب بعقد الايجار بابسط شيء، خلينا نقول انه شاشه وحالتها كثير ممتازه، لاقوها كلها مكسوره. طيب هون وصفوها، بيطالب بشكل جزائي وبيطالب بالتعويض، يا اما بده يحط شاشه نفس المواصفات يا اما بدك تدفع غرامه. وبتكون موجوده الشرطه، بتكون يعني هذا الموضوع ما له سهل، ولكن للاسف المؤجر نفسه ما عم يعرف يتصرف. ليش؟ لانه دائما احنا عندنا شيء شائع بسوريا أنه ممكن يتصرفوا بأي شيء مادي إلا ليوصل لمرحلة تجر القانون، سواء مستشار قانوني أو محامي أو كذا، يقول أنا ما لح أتكلف. بس أنت بالتالي عم تخسرك بشكل كبير، بيختصر طريق بمكتب عقاري أو بيروحوا لأشخاص يعني طبعا أنا بعرف كل شيء، للأسف بيتورط. آخر شيء بيوصل لرجل القانون بيكون دفع أضعاف اللي كان بده يدفعه استشارة أو شيء النظام اللي كان بده يدفعه. وللأسف هاي الثقافة يعني بعدها ما عم تتطور عنها. ولهيك دائما بنقول أستاذ لوي أنه نحن ببعض الإجراءات القانونية حتى لو اليوم صار في بعض الكلفة الزيادة نحن قادرين نحمي أنفسنا، نحمي إن كان العقار أو السيارة. ودائما بننوه على موضوع أنه دائما نلجأ لرجل القانون، نبتعد عن الأشخاص اللي هنون يعني بيعرفوا كل شيء. تماما، بدي أتشكر حضورك لليوم وشكرا لك المعلومات اللي ذكرتها أستاذ. ونتشكركم لكم ونتشكر الإعلام وكل الكادر، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ويعطيك ألف عافية أستاذ لؤي ولكل المعلومات القانونية اللي قدمتها لليوم. الله يعطيك ألف عافية. أهلا، نحن وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، يا رب كل الخير لكم، الصحة والسلامة، ويكون هذا نهار هيك حلو مع الناس اللي بتحبون، الناس الإيجابيين بحياتنا، الناس اللي دائما بيحبونا واقفين جنبنا بعيوبنا قبل إيجابياتنا. كونوا بألف خير، باي باي. وأكيد ما ضل غير نشكر كل الأشخاص اللي تابعونا بصباحنا غير لليوم، بقية نهار حلو لكم، بيحملكم كل شيء بتتمنوه، وأكيد موعدنا بيتجدد معكم بكرة بنفس التوقيت، ومن هلا لبكرة بألف خير، باي باي.